موضوع الإرهاب كنا نتصوروا باللي انتهى، كنا نتصوروا باللي خلاص حكاية الإرهاب هذه، وإذا بالورقة تاع الإرهاب عاود خرجت، خرجوها ضد الحراك، خرجوها ضد صحفيين وسياسيين، أنا حطني إرهابي، قهرني إرهابي، وصفت آلة بروباغندا تاع النظام، هذيك صحافة بودورو، ما بقى الحبسو، حشمو شوية، لا صفقوا داروا لا، ما قدروش يديروا المذكرة، يعني للتذكير، أن هذيك المذكرة اللي داروا عليها صوت، ما قدروش يبعثوها، لأنهم على بالهم، ماشي هما على، لأنه اللي باش يبعثها قال لهم أعطوني باش نقدم. أعطوني واش نقدم للإنتربول. اليوم ولاو حتى الأنذال وأزلام العصابة يتكلموا على الإرهاب. يا غبي أنا ما ندافعش عن ماك، أنا مانيش مع الماك نقولها ونعاود، ولكن لما نسمع واحد يقول يلزم تصنف حركة الماك كحركة إرهابية، يا خويا نطرطق ما نقدرش هادشي. شو معناها حركة إرهابية؟ يعني عم بالك في الأمريكان تنوها يجوا صدقوك باللي الماك حركة إرهابية، يقول لك قبل كل شيء عطونا عملية إرهابية وحدة دارها، ويقول لك المطالب بتطبيق القانون ضد جماعة الماك، وش من قانون عندكم؟ وش من قانون عندها العصابة باش تجي ضد جماعة الماك؟ واش ما شحال من واحد شحال راح تهزوا هذوك الالاف هذو؟ هاي ديروا محاكمة غيابية الفرحة مهني وجماعته، هاي احكموا عليه بالإعدام. حليتوا المشكل؟ حليتوا المشكل؟ أكم حكمتوا بالإعدام؟ لأنه إلى يومنا هذا جم تحاكم فرحة مهني، روحوا احكموا عليه بالإعدام. هاي تحل المشكل؟ دابور حكمكم لا يطبق ولا يعني يكترث له اي واحد، واحد ما سمع به، روح ابعث للدول كامل قول لهم هذا راهو ارهابي، راهو كذا سهل ديال الارهاب، شنو من الاخر اربح قراو ارهابي ولا شوف البروباغندا تاع العصابات من جهة، واش دارت ضحايا من الجزائريين؟ هل المشكل تاع منطقة القبائل يتحل لما انت تصنف الماك حركة إرهابية؟ تصنفها على روحك دوليا، واحد ما هو سامع لك، واحد ما هو سامع لك دوليا، داكور؟ اسكو حليت مشكل منطقة القبائل؟ هيا روح او دوليا ام وقف فرحات مهني وجماعته في فرنسا وحطوهم في الحبس وقالوا هذوما ارهابيين، اسكو تحل المشكل؟ مشكل تاع منطقة القبائل ماهوش المات، المشكل تاع منطقة القبائل هي الحقرة اللي راهو يعني فيها الشعب الجزائري كامل، الاولى المشكل انك ما حبيتش تسمع المنطقة هذه، اذا كانت المناطق الاخرى صبرت على الحقرة ديالك، هذه ما صبرولكش، هذه المنطقة ما صبرتلكش، إذا أنت تحقر منطقة تقولك ما نفوتيش، تقول أوكي ما نفوتش يا رايح، يعني ما عندهمش رئيس، بارك يا عمال، بحسبوا الشعب الجزائري يطمع، جيستومون باسكو القبايل قالكم علاش طنوها، ما نفوتيوش، ما كدا، كي تقول لي أنت ما تفوتش بعد تخرج، يقولك ندير دولة واحدة. هاي ليكو علاش لحقنا ندير دولة وحدي، نهار اللي تعمل حرية وتعمل ديمقراطية وتكون فيها عدالة مستقلة، شكون يقولك نفر منها؟ شكون يقولك نخرج؟ شكون يقولك ما نبغيش؟ شكون؟ إذن كاين خيار بين العصابة و منطقة القبائل، الخيار سهل، نختار منطقة القبائل ما نختارش العصابة، العصابة وإزلامها للجحيم، دور دقاش
ديجاج، باش نحافظ على منطقة القبائل لازم نطيح العصابة، واللي راهو خارج ضد منطقة القبائل راهو من أزلام العصابة يروح معاها، وما عندهم ما يقدروا، الأزلام عمر ما قدر حاجة. إذا الناس اللي غيورة على الوحدة الوطنية وغيورة على الوحدة الترابية لازم تتجند لإسقاط العصابة. ذاك الوقت سلامة التراب الوطني مضمونة، سلامة الوحدة الوطنية مضمونة مع العصابة. العصابة هي اللي تعمل على التقسيم، العصابة هي اللي تعمل على التقسيم، لأن يقول لك فرق تشد، يعملوا بهذا المنطق.